قال كلا إن معي ربي سيهدين. ده اليقين هنا، لما تجي الكربة تلجأ إلى الله، مش تقول لي الله في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، تمرق برة تعتر تقول يا الحسن من المحن، ويا بدر من الفقر، ويا بقرون من العيون، ويا الفلع يلفون الأسرع من التلفون، ويا فلان ويا علان، ويا الخنجر ويا صلاح مين وصاح وفلان وعلان والآخر، ويا ودبان نقى ويا التوم ويا فلان. العقيدة في الله تكون صحيحة. ودي يا جماعة ما يساء، الناس كلامنا ده بشوفوه يساء، نحن ما منسي، قلنا للناس نادوا الله الخلق الكون، ما تنادوا الشيوخ، وين الإساءة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا، قال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما في صحابي واحد قال له يا أبا بكر انت أسئت للرسول عليه الصلاة والسلام، ما لأنه ما أساء، بيعبد الرسول رسول مات، والبيعبد الله الله حي ما بموت، دي حقيقة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. نحن الليلة لما نقول للناس البنادي البرعي والبيعبد البرعي، برعي مات، مات ولا ما مات؟ مات. والبنادي الله والبيعبد الله، الله حي ما بموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ليه يزعلوا؟ الزول ده مات ولا ما مات؟ مات. دفنه ولا ما دفنه؟ دفنوه. الزول من يموت عمل انقطع ولا ما انقطع؟ انقطع. إلا من ثلاثة، التلاتة ديل فين إنه ينادوه؟ ما فين. التلاتة رسول قال لك عمل انقطع، ولا تكون مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك عمل انقطع. إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الولد بيدعو للميت، مش الميت بيدعو للولد. ميت بقى مع ملائكة يسألوا من ربك، وده بيجاي يناديه الشيخ الحقنا، هو جوا بيسألوا فيه من ربك، وده بنادي فيه، دي حلوها كيف أصي. عقائد غريبة. الشافع إذا أكل التراب أمه تقول لك أكا، أبوه يقول له ما تأكل التراب. الشافع يكبر يلقى أبوه جنب القبة بيأكل في التراب، دي حلوها كيف أصي. يقول له أبوه شنو يعني يلقى بيأكل في التراب. وعقائد غريبة يا أخي، الصحابة دول ما قتلوا شهداء، بنوا لهم قبة مشوا هناك، الناس ما مشت كلكم مشيت، ناس مشوا المدينة بنوا لهم قبب. حمزة رضي الله عنه قبة كم متر؟ ولا مدماك ما فيها ولا طوبة. زول يا أخي موت الليلة يبنوا له غرفة، وعز زابة ما لاقين يتزوجوا، ابنه للميت سوي له باب وبهية ولقدام ما معروف مروحة ذاته. ونسأل الله العافية. الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، يطوفوا بالجباب. رسول قال لعن الله زوارات القبور. الليلة نحن جايين في الطريق بالتين شابات داخلات القبة، في الطريق من بعيد شايفيننا ولا لابسات عبايات داخلات القبة، عقائد وبلاوي. والله البلد دي ما تتقدم إلا يرجعوا للعزيز الكريم العظيم. يا أخي قوم بالليل، وأسأل الله قوم نص الليل ولا الثلث الأخير، قل يا الله أنا مريض أشفيني، ما بيشفيك، وإذا مريضت فهو يشفين. قوم قل يا الله أنا براي وزوجتي أديني جنة. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. طوالي طوالي الله اداه جنة. لذلك العبد يلجأ إلى الله. يا أخي طفل إلدوه الله حافظه في بطن أمه 9 شهور، امرق للدنيا يعلقوا لك أمون ولك ده بيحفظه من العين، وعلقوا في الحجبات اللي بيحفظ الله. قال تعالى في القرآن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أدعلك في الطفل كمون، لا حجاب، لا تعتر تنادي شيخ. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا جماعة الناس تعظم الله، ناس توحد الله، علموا النساء في البيوت. والله كلام مزعج، كلام مخيف. والله نحن نخاف وأن ينزل علينا غضب الله تعالى. ما ممكن الله يخلق الكون كله يخلوه ينادوا مخلوق يأكل ويشرب ويجوع ويعطش ويمرض ويموت. زول يركب مواصلات امشي للشيخ في المسجد مالك عيان، ماشي لمنو؟ للشيخ. ليه؟ عشان أبقى كويس. امشي صل المسجد وين الشيخ؟ الشيخ ماف، مشى وين الشيخ؟ لا الشيخ حاسي مشى المستشفى. الشيخ مشى المستشفى وده عيان منتظره في المسجد. هسيدي حلوه كيف؟ انت ما تركب ركشة تلحق طوالي، ده تقعد تنتظره. هو لو محاياته دي بخراته دي فيها الشفا كان باقي لك، خلاه مشى الصيدلية ودو حقنة ومشى المستشفى. يا ناس الناس تفكر والناس تتعقل، الناس عقيدتها تبقى في الله نظيفة. من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي على الكتاب والسنة، ذيل بعد داك بتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ونحن والله نخاف على الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى.